أعطيها الموبايل ده إياه. حاضر يا بيك. ألو؟ كله تمام؟ إيزيل؟ كيفك؟ وينك أنت؟ شو عم تعمل؟ في رجال هون ما عم يخلوني أطلع برات النادي. رح أضلي هيك لفترة. ما تخافي، ما في شي. إذا احتجتي شي هنن بيلبوكي. شو ما بدك تطلبي؟ شو يعني؟ أنا بخطر هلا؟ مرحبا. لا، طول ما أنت عندك. وأنت؟ أنت في عليك خطر شي؟ وينك أنت؟ شو عم تعمل؟ بعدك معيشة هلا؟ أنا لازم سكر. لا استنى إيزي، لا تسكر، ما أخرتك. في شي لازم قلك يا مبارح إجا لعندي هذا اللي بهاي الفترة. قد ما بكون بعيد عنك بكون أحسن لك. ماشي يا قلبي؟ لازم سكر. ماشي، بس انتبه على حالك. ألو؟ يا ما قضيت أيام حلوة هون من زمان. مرحبا. بس كل زاوية متغيرة علي. شوف شوف هنيك، كان هون بيقعد خالص أبو المعالق، كان بيبيع الفلفل بالمعالق، كان بيبيع فلفل أحمر. تعرف سأل الله هديك الأيام. سأل الله يا إيزيل. أنت بتشوف العتيق يا خال وأنا بشوف جديد. شوف، ركبوا كاميرا على مدخل هداك المحل. بس أنت عم تطلع على المكان الغلط. ما عم اطلع على المكان الغلط يا خال. مزبوط قبل 40 سنة كان هذا المكان إلك، بس هلأ شو صار المكان يلي بيصيدونا فيه بلحظة. انت عم تطلع على المكان الغلط يا ابن اختي. ها يا ولد، عندكن أول أسطوانة مسجلة للمغنية سلمى أونال؟ عنا وحدة. شفت؟ حياتي لم أعشها. يا عيني. مساك، تفضل. شكرا. سلمى ونال، تعال يا زيل مشي، تعال. ما في لزوم للكاميرا يا ابن اختي. لكل عصر له جواسيسه يلي بيكونوا لاحقينك على الدعسة. كل عصر وقت بتدخل لجوات بيتهم ترمي لهم حجر، وبيبلش الحجر بيكر من هالتل. انا سردار معلم. شو اجينا مشان يمسكونا يا خال؟ لا يا ابن اختي، انت بتعرف ليش اجينا لهون؟ لانك يا ايزيل مهما درت ورحت واجيت وتحركت وعملت حترجع على محل الفر وراك. عليه خال، نورت وشرفت يا خال. ماركو ماركو، مرحبا يا ماركو. راحوا لعند بياع الفرو، وهلا بعت الولد يكون ناطرك عند الباب، وهو رح ياخدك لعندهم. لا ولو معلم، اشتغل براحتك. ما يحرمنا منك. ها، إذا بتجهز لنا منشفتين نضاف من بعد إذنك ورطب لنا إياهم بالمي السخنة. على بياع الفرو. شو ابني؟ ما بدك قطعة حلوة مثل هي؟ يعني ما عندك مرة حلوة بتستاهل إنك تلبسها قطعة فرو حلوة مثل هي؟ أكيد عندك. يسلموا، علاقتي بالفرو مانا كتير منيحة. منك شو هالحكي يا ابني؟ شو هاد؟ ليك يا ابني، هذا بيكون أول شغل اشتغله هالرجال. تجارة الفرو؟ اي نعم، تجارة الفرو. لازم يا ابني تنتبه منيح وتعرف انه المرأة بتحب هيك شغلات كتير وبتفضلها. لازم تحافظ على المرأة دافية، والحضارة تأسست على هذا النوع من التضحية. بس في عالم تعتبرها وحشية. الوحشية هي أول جملة من العشق يا ابن أختي. شوف يا ابني، كل مرة بتحس بالأمان وقت بتلفها بقطعة فرو حلوة ولا قيمة. وكل زلمة بيفكر حاله أنه صياد كبير وقت بيهديها قطعة الفرو هي. والله تفسيرك حلو كتير، في وجهة نظر. خالي، جاي نشتري فرو؟ شو بيقولوا؟ بتطلع الروح ولا بيتغير الطبع؟ يا ما بعنا فرو بهالدكان اللي شايفه، ما هيك يا خال؟ ولو بتعرف لمين بعنا. يا حبيبي يا حبيبي عليك، في شي حدا رفضك يا خال؟ ايه صارت مرة واحدة. ورجيه يا ماركو.
لساتني مخبية من وقتها. شو ما ارتحتي شوي؟ ارتحت. اشتريت لك هاد. ما بدي. ما عم تاكلي شي؟ عم حاول. شو رأيك نروح كم يوم على البحر؟ شو بدك؟ ايه بدي. وانا كمان بدي. منروح؟ ممكن نقعد بشي بيت. ممكن كبير وفي له جنينة نقعد فيها مشان نفطر. ماشي. ومنشعل فيها النار بالليل ومنقعد جنب النار وأنا ببرد وأنا بقرب وبضمك. توعدني؟ وعد. صدقيني وعد شرف. بوعدك ضمك بقوة وما رح ننفصل أبدا ورح ننسى كل الناس. وكيف فينا ننسى الناس؟ مجبورين. رح ننسى كل شي سبق وعملناه. وكنان والانتقام اللي عم يحضره. وهذا كمان. والبنت الصغيرة يلي تركتها. وهي كمان. وكنان. كنان. كل الناس. كل الناس رح يموتوا بس نحن ما في غيرنا. قلت لي بس نحن. بس نحن. بس نحن. ما رح ننفصل أبدا. رح نحب بعضنا على طول. أكيد لحتى موت. بس بعدين رديت واجتمعتوا. ما اجتمعنا. ايه وأزاد. أزاد التقينا مرة واحدة وما حسبناها بس يعني كنا كبرنا وما عاد فينا نتركها ورانا فوقعنا تحت الواجبات ونمعصنا فيها. ما كان فينا نهرب. بس بعدين لقيتوا بعضكم اجتمعتوا. إزيل الحب في احتمال كبير انه يكون بين ثلاث اشخاص مو بين شخصين. ما فهمت عليك. انا يا ابن اختي قتلت اخوه لهذا الزلمة واخذت بنته وما خبرته عنا. وقت راح كنان اجتمعنا انا وسلمى مرة تانية
بس المشكلة ما حدا منا لقى التاني هالمرة. افتح لشوف ماركو. اجينا لهون يا ايزيل لانه الزلمة بينقاس على قدر شو في بجيبته مصاري مين ما كان، صدقني. ونحن يمكن نحتاج مصاري اكثر من يلي موجودين بجيبتنا. ماركو، طلع لي دفتر حساباتك يا خواجة ماركو. محل الفرو هاد بتيجي المصاري من باقي المحلات، ومن هون بتتوزع المصاري على غير ناس. يا منوزع مصاري يا منجيب مصاري. احيانا بيجي وبشوف الحسابات تبعنا. وليش عم تحكي لي هذا الحكي؟ أراه دول اسكندر من قليبولو، مصطفى من بالا. أراب قلبك. قريتهم يا ابن أختي؟ نحن الحسابات عنا بالراس، ما بتتسجل على الدفاتر يا ابن اختي. انت هلا قريتهم لانه ذاكرتي ما عادت مثل الاول. احفظهم بعقلك، وقت بتتذكر اسم صاحب الدين يلي قلنا عليه رح يدفع المصاري يلي قلنا عليه. ماركو هو البنك تبعي يا ابن اختي، وما بتنفتح الخزنه تبع البنك الا بالمفتاح الموجود بين شفايفي. مفتاح الخزنة من هلا ورايح صار بين شفايف ابن اختي ايزيل. كل كلمة بيقولها بتنعمل. ماشي ماركو؟ بأمرك يا خال. يلا منشوفك بخير اخي ماركو. اهلين، شرفت خال. شو العصفور تبعك طار؟ تعال نقعد شوي ونشوف مين بعتيلنا منشان ياخدوا راسنا.